حفر الحزن ملامحه في وجه هذه الأم بعد عجزها منذ 10 أشهر عن زيارة ابنها المعتقل في سجون الاحتلال بسبب الرفض الأمني الإسرائيلي، رفض طال عشرات من أهالي أسرى غزة الممنوعين من زيارة أبنائهم داخل السجون. والله أنا كنت أزور عادي الحمد لله، ما فيش أي مشكلة، فجأة رفضوا زيارتي، ما بعرفش ليش، بدون أي سبب يعني، ما بنعرفش، سألنا الصليب وهذا قال من إيرز ممنوعة، فسلمنا أمرنا إلى الله وبنقول إن شاء الله بيطلع لنا زيارة، هلقيت له في الأسبوع الجاي له زيارة، إن شاء الله بيطلع لنا زيارة. صيحة دعم جديدة رفعتها الفصائل الفلسطينية في غزة خلال مؤتمر صحفي أمام مقر الصليب الأحمر الدولي، طالبت خلاله بالضغط لوقف الانتهاكات الإسرائيلية ضد الأسرى ومماطلة الاحتلال في تلبية مطالب المضربين عن الطعام. هناك 4 أو 5 أسرى مضربين عن الطعام، أكثرهم لمدة 46 يوم، حياتهم مهددة بالخطر الشديد. جئنا أمام الصليب الأحمر لنحمل المسؤولية الكاملة عن حياة الأسرى بالضغط على الاحتلال للاستجابة لمطالب الأسرى وإلزام الاحتلال. ووجهت المطالب للرئيس الفلسطيني محمود عباس بنقل ملف الأسرى للمحكمة الجنائية الدولية بعد توقف دور المجتمع الدولي عند الإعراب عن القلق دون الانتقال إلى دائرة الفعل الضاغط على الاحتلال لوقف جرائمه بحق الأسرى، والتي كان آخرها استشهاد الأسير عمر يونس بسبب الإهمال الطبي. نحن نستصرخ الكل الفلسطيني والرئيس أبو مازن للعمل من أجل تقديم هذا الملف، ملف الأسرى والمعتقلين في سجون الاحتلال، إلى محكمة الجنايات الدولية. تحركات فلسطينية لدعم حقوق الأسرى تبحث عن آذان صاغية لدى أحرار العالم. رغم الأصداء المحدودة دوليا لمثل هذه التحركات المساندة للأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال، إلا أن ما يهم هؤلاء هو أن يبقى صوت مظلومية الأسرى مرفوعا ليسمع ولو بعد حين. حازم البنا، الغد، غزة، فلسطين.